الرئيس السيسي يعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي ماكرون من فيروس كورونا، ويؤكد مساندة مصر لفرنسا في الحد من انتشار الفيروس. هالة زايد تبحث في أبو ظبي توريد الدفعة الأولى من لقاح كورونا لمصر، وتقدم رسالة شكر من الرئيس السيسي للإمارات. تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية التمسك الأخيرة بمنظومة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا. وأكد الرئيس السيسي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي مساندة مصر جهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس. كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء. كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت صباح اليوم إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، كما أفاد قصر الإليزي بأنه من غير المعروف حاليا كيفية تعرض ماكرون للإصابة، ومن المقرر أن يخضع الرئيس الفرنسي للعزل لمدة 7 أيام، إلا أنه سيباشر مسؤولياته واجتماعاته عبر الفيديو كونفرنس. كما تقرر خضوع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس للعزل بعد مخالطته ماكرون. نقلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة حكومة وشعبا، خلال لقاء وزيرة الصحة نظيرها الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس بالإمارات. وخلال اللقاء تم بحث توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية بدعم من إحدى الشركات الإماراتية للرعاية الصحية في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين. سجل مؤشر وزارة الصحة أمس الأربعاء 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة. وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه تم أيضا خروج 269 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر إلى أكثر من 100,000 متعاف. في أكبر حصيلة ضحايا من نوعها على مستوى العالم، سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3,700 شخص بفيروس كورونا، إضافة إلى أكثر من 250,000 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة فقط، كما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات بكورونا في الولايات المتحدة، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين دخلوا المستشفيات الأمريكية أمس أيضا بلغ 113,000 شخص تقريبا. اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن جميع لقاحات فيروس كورونا ليست هي الحل السحري الذي سيقضي على الفيروس، ودعت المنظمة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية. من جانب آخر، بدأت المملكة العربية السعودية حملة لتطعيم المواطنين بلقاح مضاد لفيروس كورونا، وتم بدء الحملة بتطعيم وزير الصحة السعودي نفسه باللقاح. مع ظهور اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا وبدء عملية التطعيم بالفعل في بعض الدول، بات التساؤل حول ضمان التوزيع العادل لهذه اللقاحات على كل الدول. هذا ما دفع منظمة الصحة العالمية لإطلاق مبادرة معروفة باسم كوفاكس لضمان وصول اللقاحات لكافة دول العالم، إلا أن منظمة الصحة نفسها ترى أن هذه اللقاحات وإن كانت تعتبر بارقة أمل طالما طال انتظارها، إلا أنها ليست هي الحل السحري الذي سينهي هذا الوباء.
There is some light at the end of a long tunnel. هناك ضوء في آخر النفق الطويل، لكن هذه اللقاحات ليست هي الحل السحري الذي سيقضي على هذه الجائحة في المستقبل القريب. وتطوير لقاح آمن وفعال هذا أمر، أما إنتاج كميات كافية من اللقاح حتى تصل لجميع الفئات التي تحتاجه هذا أمر آخر. ومنظمة الصحة العالمية تعمل مع جميع الشركاء لتسريع عملية إنتاج لقاح آمن وفعال، وكذلك لضمان توزيع عادل لهذا اللقاح على كل الدول. هذا وقد بدأت حملات التطعيم في العديد من الدول، بالفعل كان أولها بريطانيا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس مايك بنس سيتلقى الجمعة أمام الملأ لقاح فايزر بايونتك المضاد لمرض كوفيد-19، بعد أن بدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشي هذه الجائحة. وقالت الرئاسة الأمريكية إن بنس وزوجته كارين سيتلقيان اللقاح لتعزيز ثقة الأمريكيين باللقاح. في السعودية تلقى وزير الصحة توفيق الربيعة الجرعة الأولى من لقاح كورونا ضمن الدفعة الأولى، وذلك تماشيا مع خطة الوزارة لبدء حملتها التطعيمية ضد فيروس كورونا. وأكد الربيعة أمان وفعالية اللقاح، داعيا المواطنين والمقيمين بالسعودية التسجيل للحصول على اللقاح، وأكد مجددا أنه سيكون بالمجان لجميع من في المملكة. في غضون ذلك قالت منظمة الصحة العالمية إن الصين ترحب بفريق دولي من المحققين بشأن مرض كوفيد-19 من المنتظر أن يصل إليها في يناير المقبل بقيادة المنظمة الأممية. وأفاد مدير الطوارئ الإقليمية بمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية عن استمرار الاتصالات بين المنظمة والصين لبحث ملف الفريق الدولي والأماكن التي سيزورها. كانت بكين قد عرضت بشدة دعوات لإجراء تحقيق دولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا، معتبرة أنها مناهضة للصين، لكنها كانت منفتحة على إجراء تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من روما البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد، سباق الحصول على اللقاحات يشتد، هل ترى أن تلك اللقاحات التي ظهرت حتى الآن تمثل أملا حقيقيا للتخلص من كابوس كورونا؟ تحياتي للجميع. إحنا بنتأمل كأطباء أنه يغدى يعني وسيلة وبداية مقاومة كورونا فيروس ومقاومة انتشار كورونا فيروس بالنسبة للقاحات، بس في نفس الوقت نركز انه بداية اللقاحات لازم ما تأثر على جميع الأشخاص اللي هسه مصابين وبحاجة لعلاج وموجودين في المستشفيات والبيوت، لأنه كثير من الأشخاص بفكروا انه مع بداية اللقاحات انه انتهى المقاومة ضد كورونا فيروس، وهذا خطير من ناحية الإعلام انه يفكروا انه اللقاح سوف يحل جميع المشاكل. وانا مع العلاجات باستمرار، في نفس الوقت مع مراقبة اللقاحات بدون اعراض جانبية، لانه اليوم تكلموا من مرة جديدة انه في اعراض جانبية اخرى للقاح الفايزر. في نفس الوقت العالم ينتظر بنتائج شهر واحد، عشان اغلب الدول سوف تبدا في مثلا في ايطاليا وفي اوروبا ب 27/12 سوف يبدو اللقاحات. عشان هيك حسب رايي لازم اول شيء نركز كثير على العلاجات اللي احنا بحاجه لانقاذ عدد كبير، مراقبه اللقاحات، و اللقاحات ليس فقط لقاح واحد، لانه الدوله اللي سوف تختار فقط لقاح واحد بيصبح خطير للشعب نفسه، واذا انسحب اللقاح من السوق انه يبقوا بدون لقاحات. عشان هيك الصين اشترت لقاح الفايزر، روسيا اتفقت مع شركه الفايزر انها تعمل لقاح معا، وهذا حسب رايي لانهم عرفوا وشافوا انه اللقاحات تاعتهم غير مفيده 100% لجميع الفئات. نعم،
أشكرك دكتور بروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا لك. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لاستعراض ملفات عمل وزارة الطيران المدني على مدار عام 2020 بحضور وزير الطيران المدني ونائبه. وتطرق الوزير إلى برامج التعاون مع سلطة الطيران المدني بدولة السودان، حيث تم عقد اجتماع بين وزير الطيران المدني المصري ووزير النقل والبنية التحتية السوداني. كذلك استعرض رئيس الوزراء مع وزير الطيران مخطط طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران بمحيط مطار القاهرة الدولي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن لقاءه اللواء مهندس أحمد زكي عبدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جاء للتأكد من إتمام إجراءات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية، خاصة أن العمل يتم حاليا بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق ضمن المرحلة الأولى تمهيدا لانتقال الحكومة في العام المقبل والتي سيتبعها شغل عدد من الأحياء السكنية. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الذي أكد بدوره أن أعمال البنية الأساسية والمرافق تتم حاليا بمعدلات جيدة جدا. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، خاصة الخدمات الإلكترونية، توفيرا للوقت والجهد ومنعا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل على إتمامها الوزارة. تناول الاجتماع الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتب بريد بنهاية العام الجاري، ليصبح عدد المكاتب المطورة 1600 مكتب توفر 95 منها تقديم خدمات الشهر العقاري. من جانب آخر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحاصيل الاستراتيجية للتقليل من تكاليف استيرادها. وفي اجتماع وزراء الري والتموين والزراعة، شدد مدبولي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استكمال مشروع لتأهيل الترع الذي يتم فيه استكمال تبطين 20,000 كيلو متر ترع، إضافة إلى التوسع في مشروع التحول للري الحديث بإضافة 4 ملايين فدان أخرى إلى المشروع. بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، تعكف المراكز الطبية على مستوى الجمهورية على استكمال فحص المواطنين تطبيقا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وقد بلغ عدد المواطنين الذين تم فحصهم في المبادرة أكثر من 25 مليون مواطن. بهدف تيسير عملية الفحص الطبي للمواطنين، تم دمج مبادرات الرئاسية الثلاث 100 مليون صحة، والتي تضمنت صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين، وذلك بالمراكز الطبية بمحافظة مصر كافة. الكشف عن السكر، الكشف عن الضغط، الأمراض المزمنة، السمنة، النحافة، الأورام، كل دي مبادرات تم دمجها المبادرات ديت في فريق عمل واحد مدرب كويس جدا، عشان نوفر كمان للمريض انه ينتقل للوحده الصحيه مره واثنين وثلاثه، لا، السيده او المواطن بيجي الوحده الصحيه مره واحده بس، بيعمل كل هذه المبادرات، والحالات اللي بتطلع ايجابيه بيتم احالتها للمستشفيات العامه والمركزيه والنوعيه، والناس طبعا مدربين وعلى سيستم الكترونيك بيحدد هي المستشفى اللي المريض هيروحها. بالنسبه للامراض المزمنه، الحمد لله احنا وصلنا لعدد كبير جدا، تعدينا من 720 الف مواطن تم توقيع الكشف عليهم واجراء التحاليل الطبيه اللازمه ليهم. الحالات الايجابيه كلها تم احالتها للمستشفيات. احنا مش كده بس، احنا عندنا في الوحدات الصحيه علاج بالفعل للامراض المزمنه. بالنسبه لصحه المراه، اكتشاف او اشتباه في اي شيء في ثدي المراه بيتحول الى معهد الاورام وبيعمل لها التحاليل والفحوصات المطلوبه والاشعاعات اللي بنتاكد فيها. بالنسبه للحامل بنعمل لها تحليل للكبد الكبدي بي، وتحليل الايدز والزهري اللي هو السيفلس. عمليه
الفحص الطبي تتم وسط إجراءات احترازية مشددة كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وفقا لتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى بين المفحوصين كافة. بعلمها ازاي بفحصها الأول، وبعد ما بفحصها بشوف في أي مشكلة عندها ولا في أورام أو أي حاجة مش طبيعية في الثدي بتاعها، وبعدين يا إما بحولها لمعهد الأورام يا إما بديها تسقيف صحي لتباعد اجتماعي بينهم، بيكون هي لابسة الكمامة بتاعتها وملتزمة بيها، وبتخش السيدة بتجري الإجراءات بتاعتها، بتخش على مياس الطول. لكل سيدة وسيدة لها شكاكة لوحدها، لها مسحة كحول لوحدها، بين كل سيدة وسيدة بنقوم بتنظيف المنضدة بتاعتها، بنقوم فيها بالتوعية والتثقيف الصحي للسيدات، وعمل فحص ثدي كل شهر آخر يوم للدورة الشهرية. دمج المبادرات الرئاسية الثلاث وما يقدم خلالها من خدمات تشخيصية وعلاجية للمواطنين للكشف المبكر عن العديد من الأمراض لاقى قبولا واستحسانا لدى الجميع. بيعالجونا وكل ده بالبطاقة الصحية، بس بالرقم القومي بتاع البطاقة. التحاليل دي بره غالية، وان هي دلوقتي بتتعمل ببلاش، ودي حاجة كويسة مش وحشة يعني. نكشف وبنعمل تحليلات احسن من بره. تواصل عمل لجان المسح الطبي ودمجها بشكل فاعل للعديد من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة يؤكد عزم الدولة المصرية على توفير بيئة صحية آمنة للمواطن المصري اينما كان. محمد حلمي، النيل. أطلقت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة مدونة سلوك للتعامل مع النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف المدونة إلى العمل على حماية المرأة من جميع أشكال العنف. بهدف حماية كرامة المرأة ذات الإعاقة والوصول إلى السلوكيات السليمة في التعامل معهن في مختلف نواحي الحياة، أطلقت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة مدونة سلوكيات التعامل معهن. مدونة مكتوب فيها إزاي نتعامل مع النساء ذوات الإعاقة، سواء هم كانوا موظفين في مكان بيشتغلوا فيه، الزملاء يتعاملوا معهم إزاي، رؤسائهم يتعاملوا معهم إزاي، وهم يتعاملوا إزاي. والمستوى الثاني للمدونة كمان إزاي وهم بيطلبوا الخدمة يتم معاملتهم في الأماكن الخدمية والحكومية. القائمون على المدونة أكدوا أن المدونة هي الأولى من نوعها بمصر والشرق الأوسط، موضحين أن هناك ثلاثة مستويات للمدونة، أولها العاملون في الجهاز الإداري للدولة في تعاملهم مع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، إضافة إلى التعامل المجتمعي. النهاردة المدونة الحقيقة فيها مردود حلو قوي، متصممة بشكل يخدم المرأة ذات الإعاقة بشكل خاص، وبالتالي هتخدم كل الأشخاص ذوي الإعاقة. الأنشطة دي منها أنشطة نفذتها إدارة اللجان في المجلس، زي لجنة التشريعية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المرأة ذات الإعاقة اللي احنا النهاردة في اللقاء خاص بها نفذت نشاطين، نشاط حمايتك في قانونك ونشاط مدونة سلوك التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك مبادئ أساسية للمدونة، منها مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وتحقيق الاحترام المتبادل بينها وبين مؤدي الخدمة أينما كان. الحاجات اللي احنا مركزين عليها قوي كهيئة وطبعا من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة هي قضية الإعاقة. احنا بنشتغل على قضية الإعاقة بشكل عام مع الأطفال، وبشكل خاص مع الفتيات والمرأة كمان والشابة. فطبعا مدونة السلوك دي كانت خطوة مهمة جدا ان احنا نحطها، وان هي تبقى موجودة علشان تدي بعض الإرشادات وبعض التوجيهات ازاي يتم التعامل مع المرأة والشابة ذات الإعاقة. فاكرة مؤخرة كده كان فيك اهتمام بينا، وما كانت فيه يعني كنا نيجي نطلب حاجات لينا ما كانت فيه اي اهميه خالص لينا، بس الحمد لله الفكره دي افتجينا افتجوا يعني بكنا بكه كويسه كده من كل حاجه يعني. أشاروا إلى أن المدونة استندت لنصوص الدستور فضلاً عن مطابقتها للقوانين الدولية وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. أسماء حسن، النيل. تنفذ الدولة مشروعاً طموحاً لتطوير القاهرة الخديوية يشمل 500 بناء سكني في عدة ميادين بوسط القاهرة، إضافة إلى تخصيص بعض الطرق للمشاة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا أشرف مبارك من وسط القاهرة. أهلا أشرف، كيف تتابع مشروع تطوير ميادين وسط القاهرة وكيف يسير العمل لديك؟
بالفعل برحب بكم من ميدان مصطفى فريد، يعني هذا او ميدان احمد فريد، يعني هذا الميدان الذي يشهد تطوير في واجهات العمارات وايضا يعني بعض اللوحات الخاصه بالمحلات التجاريه. يتم توحيد تلك اللافتات بحيث تكون ذات لون واحد، وايضا منع بروز تلك اللافتات كما كان متواجد من قبل. يعني هذا المشروع يقوم به الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع المجتمع المدني ومحافظة القاهرة، يعني نحو 500 عمارة تراثية في منطقة القاهرة الخديوية تمتد من منطقة رمسيس وحتى منطقة فم الخليج، يجري تطويرها الآن يعني من قبل تلك الجهات التي تم ذكرها. يعني أيضا هناك يعني تكلفة هذا المشروع تصل إلى نحو 150 مليون جنيه. يعني هذا المشروع يهدف في الأساس إلى تحسين يعني الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة، خاصة أن تلك المنطقة يعود تاريخها إلى يعني عهد الخديوي وإسماعيلي لنحو 150 عام، أي في عام 1963 ميلادية أو 1863 ميلادية تحديدا. أيضا يعني هذا المشروع أيضا يشمل تطوير ميدان التحرير كان في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى بعض الميادين مثل ميدان طلعت حرب وميدان محمد فريد، بالإضافة إلى أيضا تحويل بعض الشوارع إلى مشاه مثل شارع يعني شارع البورصة، بالإضافة إلى شارع الألفي المتواجد في وسط القاهرة. إذا نحن نتحدث عن مشروع هام يهدف في الأساس إلى تحسين الصورة البصرية، خاصة وأن تلك المنطقة تجذب العديد من الزوار من المصريين وأيضا من السائحين. في مراحل أخرى سوف يكون هذا المشروع أيضا سوف تكون محافظة القاهرة بتطوير بعض العقارات التراثية والمسجلة لدى محافظة القاهرة كطراز معماري فريد، أيضا سوف تكون محافظة القاهرة بتطوير تلك المنطقة. يعني ايضا الدوله تهدف من خلال هذا المشروع ان منطقه ان محافظه القاهره لن يتم ايضا اهمالها، خاصه بعد انتقال كافه الوظائف الى العاصمه الاداريه الجديده. اذا هو مشروع هام يهدف الى تحسين الصوره البصريه لتلك الواجهات وتلك العقارات ذات الطراز المعماري الفريد، بهدف يعني تحسين تلك الصوره امام المواطنين وامام السائحين الزائرين الى منطقه وسط القاهره. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الزميل اشرف مبارك من منطقة وسط القاهرة، شكرا لك. مصر تتقدم بخالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية حول منطقة جبل أبو طيور على الحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلف عددا آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية، إضافة إلى خسائر في المعدات. كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه ضد هذه الاعتداءات غير المبررة، وتتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية هم من اختلقوا قصة القراصنة الروس، وأعرب بوتين عن أمله في حل المشاكل الروسية الأمريكية مع بداية ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع تعليقا على اتهام بلاده بشن هجمات سيبرانية على مؤسسات أمريكية حيوية. أقر البرلمان اليوناني أكبر زيادة في الإنفاق العسكري للبلاد، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو، وتمثل نسبة الزيادة 57% مقارنة بالزيادة التي تم إقرارها العام الماضي رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها اليونان. تأتي زيادة الإنفاق العسكري الهائل في اليونان ضمن استراتيجية البلاد في مواجهة مساعي التصدي للممارسات التركية الاستفزازية في منطقة الشرق المتوسط بحثا عن الثروات الطبيعية في مياه المنطقة. وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس عن اتجاه حكومته لشراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال. صعدت تركيا من لهجتها، حيث أكد وزير خارجيتها مولود جاويش أغلو عن عدم تراجع أنقرة عن شراء منظومة الدفاع الجوي S-400، مشيرا إلى أن بلاده بصدد اتخاذ خطوات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب شرائها المنظومة روسية الصنع.
في تصعيد للهجة التحدي، رفضت تركيا التراجع عن شراء منظومة الدفاع الجوي S-400 رغم العقوبات الأمريكية. وزير خارجية أنقرة مولود جويش أغلو قال إن بلاده ستتخذ خطوات للرد بعد تقييم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب شرائها المنظومة روسية الصنع. وفرضت الولايات المتحدة جولة جديدة من عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، شملت حظراً على جميع التراخيص وتصريح التصدير الأمريكية لصالح هيئة الصناعات الدفاعية، وتجميد الأصول الخاصة برئيس الهيئة ومسؤولين آخرين فيها، وفرض قيود على التأشيرة عليهم. وقد أدى شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 إلى توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة، حيث تقول الولايات المتحدة إن هذه الصواريخ لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف الأطلسي الذي تنتمي كل من أنقرة وواشنطن إليه. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا في أكثر من مناسبة أن شرائها للمنظومة الروسية يخاطر بأمن التكنولوجيا وأفراد المؤسسات العسكرية الأمريكية. وتأتي هذه العقوبات الأمريكية تزامنا مع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي بسبب خلاف بين أنقرة من جهة واليونان وقبرص العضوين في التكتل من جهة أخرى حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. قبل انتهاء العد التنازلي لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري، كشف كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عن إحراز تقدم جيد في المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة، إلا أن بارنييه أكد وجود عقبات في هذا الشأن. وتمسك كبير المفاوضين الأوروبيين بعدم قبول الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق مع بريطانيا لا يحمي مصالح الاتحاد ومبادئه. وأبرز ميشيل بارنييه أهمية مراعاة الشفافية في المفاوضات الجارية مع لندن. يبدو أن ثمة تقدم يلوح في الأفق للتوصل إلى اتفاق لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أقل من 15 يوما من انتهاء الفترة الانتقالية في 31 من الشهر الجاري. وعلى الرغم من أن موضوع الصيد البحري لا زال يمثل حجر عثرة، إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين تحدثت عن إحراز تقدم في 2 من أعقد الملفات قيد التفاوض. فيما يتعلق بقواعد المنافسة العادلة التي اشترطتها بروكسل، وافق البريطانيون على آلية صارمة لعدم التراجع عن قواعد الاتحاد في المجالات البيئية والاجتماعية والضريبية. ويعني ذلك أن لندن ستلتزم بعد خروجها النهائي بمواصلة احترام المعايير التي تتبعها في تلك المجالات، إذ يرفض الاتحاد أن يتشكل على حدوده اقتصاد دون ضوابط تنظيمية تضر بالشركات الأوروبية. لكن يبقى موضوع الصيد محل خلاف، وهو ملف حساس لبعض الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا وهولندا وإسبانيا، وقد جعله البريطانيون رمز لاستعادة سيادتهم عقب الانفصال عن الاتحاد. ومن شأن ملف صيد الأسماك الذي شكل نقطة خلافية أساسية خلال المحادثات، رغم أنه لا يمثل 1% من الاقتصاد البريطاني، أن يكون المسألة الأبرز حال انهارة المفاوضات. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني فرض رسوم جمركية. ومن شأن أي عمليات تفتيش جمركية جديدة على انتقال البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن تضغط بشكل كبير على الموانئ والطرق البرية. وتهدد عمليات التفتيش الجمركي بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا إعادة فرض الحدود الفعلية، وهو أمر قد يؤثر سلبا على بنود اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه عام 1998 بعد عقود من العنف. وبينما تسود الضبابية الموقف، يأمل البعض في إمكان التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظة الأخيرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه واثق من أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وسترفع العقوبات القاسية المفروضة على بلاده. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى عالمية، وأعاد في 2018 فرض العقوبات على طهران. وأثار وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق.
في مدينة فيينا عقد ممثلو الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس في محاولة لتهدئة الأمور بانتظار إدارة أمريكية جديدة، بينما تستمر طهران بالابتعاد عن التزاماتها. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل: إعصار ياسا يضرب جزر فيجي بأمواج يبلغ ارتفاعها 16 مترا والثلوج تقطع الكهرباء عن 10,000 منزل في اليابان. ونتحول الآن إلى أخبار الاقتصاد مع الزميلة فاتن عبد المعبود. تفضلي فاتن. شكرا منى. مشاهدينا الكرام أهلا بكم ونشرتنا الاقتصادية وأهم ما فيها. وزيرة التخطيط تعلن تنفيذ 416 مشروعا بقطاع الكهرباء بتكلفة 95.6 مليار جنيه خلال عامين. أهلا بكم من جديد. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 95.6 مليار جنيه، منها 194 مشروعا بنهاية العام المالي 2019-2020 بتكلفة 33.6 مليار جنيه. جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها الوزارة عن حصاد مرحلة البناء للعامين الماضيين. افتتحت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي معرض الأهرام السنوي للأثاث والديكور ومعرض الحرف اليدوية الذي يقام خلال الفترة من 17 حتى 20 من ديسمبر الحالي. أكدت الوزيرة أن مصر تمتلك إمكانات كبرى في مجال صناعة الأثاث والمنتجات الحرفية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن صادرات مصر من الأثاث سجلت 190 مليون دولار ومن المنتجات اليدوية 165 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2020. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم، ما يتطلب تعزيز العلاقات متعددة الأطراف لتعظيم الاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن سلاسل التوريد المتعلقة بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان على قمة الأولويات. جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى العولمة على مفترق طرق المخاطرة والمرونة وإعادة التقويم في التجارة العالمية وسلاسل القيمة في إطار منتدى 2020 حول العولمة والتصنيع. وإلى البورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء. تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 4.7 مليار جنيه ليصل إلى نحو 645.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.5 مليار جنيه. سجل مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 انخفاضا لدى الإغلاق نسبته 1.26%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 85%. في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ووصل نسبة التراجع إلى 82%.
انكمش الاقتصاد السعودي بوتيرة أكثر تباطؤ في الربع الثالث، إذ خففت الحكومة بعض قيود مكافحة فيروس كورونا، لكن القطاع النفطي المتضرر بفعل الجائحة واصل الضغط على الاقتصاد بوجه عام. وكشفت بيانات رسمية اليوم أن الاقتصاد انكمش 4.6% في الربع الثالث في تحسن طفيف من نزول بنسبة 7% في الربع السابق عليه، لكن الاقتصاد سجل تراجعا في القطاعين النفطي وغير النفطي. أبقى بنك إنجلترا المركزي على برنامجه التحفيزي دون تغير اليوم، فيما ينتظر نتيجة المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة، وقال إنه سيتحمل مؤقتا ارتفاع التضخم إذ هبط الجنيه الاسترليني في حالة الخروج من التكتل دون اتفاق. وترك بنك إنجلترا برنامجه الخاص بشراء سندات عند 895 مليار استرليني، كما أبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة الأساسي عند 1.1%، وهو مستوى تاريخي منخفض. كشف مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات عن أن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو قفز على أساس سنوي في أكتوبر، حيث حققت الصادرات أداء أفضل من الواردات في ظل التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا. وكشفت البيانات عن أن الفائض التجاري السلعي في 19 دولة بمنطقة اليورو بلغ 30 مليار يورو في أكتوبر، ارتفاعا من 27.2 مليار قبل عام. وانخفضت واردات منطقة اليورو 11.7% في أكتوبر الأول على أساس سنوي، بينما تراجعت الصادرات 9% فقط. توقع جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء تحسن الاقتصاد في بلاده خلال النصف الثاني من العام المقبل. يأتي هذا تزامنا مع خفض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من توقعاتهم بشأن تعرض الاقتصاد الأمريكي للانكماش للعام الجاري إلى 2.4% هذا العام، بدلا من توقعاتهم السابقة قبل شهرين حين كانت تلك النسب عند 3.7%. من جهة أخرى، توقع مسؤول البنك تحسن حالة نمو الاقتصاد في العامين التاليين 2021 و2022 بسبب التقارير المشجعة بشأن لقاح كورونا وحزمة المساعدات الاقتصادية الجديدة التي يدرسها الكونغرس. وفي أسواق النفط العالمية، صعد النفط لأعلى مستوى في 9 أشهر اليوم بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 72 سنتا إلى 51.80 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 71 سنتا إلى 48.53 دولار للبرميل. إلى هنا انتهت أخبارنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزميلة منى الشهاب لاستكمال باقي فقرات بانوراما النيل. إليك منى. شكرا فاتن. دعت سلطات فيتشي سكان المناطق الساحلية لمغادرة قراهم إلى مناطق مرتفعة تحسبا لما قد يسببه إعصار ضخم يجتاح الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ. وفي اليابان، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 10,000 منزل بعد أن غطت الثلوج الكثيفة منطقة شاسعة من البلاد. في إطار الاستعدادات لإعصار ياسا، فرضت فيجي حظر تجول ليلي على مستوى البلاد وأعلنت حالة الكوارث الطبيعية، كما حثت السلطات المقيمين بالقرب من الساحل على الانتقال إلى مناطق مرتفعة هربا من الإعصار الذي سيضرب جزيرتي فيتيليفو وفانوليفو الرئيسيتين الخميس أو الجمعة. ينبغي لنا اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الآن للانتقال إلى مركز الإخلاء واتباع تحذير الإعصار الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية. المكتب الوطني لإدارة الكوارث حذر من أن الإعصار قد يؤدي إلى اندلاع عواصف تصل إلى 16 مترا في بعض الأماكن، ورياح تصل سرعتها إلى 250 كيلو مترا في الساعة. أما اليابان فتتعرض لموجة مختلفة من الطقس السيء، حيث تواصل سقوط الثلوج بغزارة في مناطق بشمال البلاد، ما تسبب في تقطع السبل بسائق السيارات وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. الثلوج تراكمت على طول ساحل بحر اليابان بمحافظة نياغاتا
في الوقت الذي حظرت فيه وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار العاصفة الثلجية الكثيفة حتى الجمعة. في الذكرى 25 لافتتاحها، احتفلت القرية العالمية في دبي باليوبيل الفضي لها دون حشود روادها المعتادة بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا. في الذكرى 25 لتأسيسها، تحتفل القرية العالمية في دبي باليوبيل الفضي بدون حشود روادها المعتادة بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا. طبقت إدارة القرية هذا العام تدابير تضمن ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية مع مراعاة إرشادات التباعد الاجتماعي، ووضعت لافتات لتوجيه الزوار إلى أماكن الجلوس، كما يجري تعقيم القرية كل ساعتين قبل الافتتاح وبعد الإغلاق، ويتعين على الزائرين وضع الكمامات. بالتأكيد الموسم يعتبر مختلف مقارنة بالمواسم السابقة بحسب الوضع الحالي لكوفيد 19. طبعا نحن في القرية العالمية حرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير تجربة سلسة وآمنة لضيوفنا الكرام. شارك في الاحتفال بالذكرى 25 لافتتاح القرية العالمية في دبي هذا العام ممثلون من 26 دولة، من بينها روسيا وكمبوديا اللتان تشاركان للمرة الأولى. تأسست القرية العالمية بدبي عام 1995، وسرعان ما أصبحت أحد معالم الجذب الشهيرة لزوار الإمارات، حيث تجمع معالم القرية رموزا من ثقافات أكثر من 90 دولة في جميع أنحاء العالم، وتجتذب عادة 5 ملايين زائر كل عام. بانوراما نيل ما زالت مستمرة معكم، وفيها نتابع: فنلندا تستعين بسانتا كلوز في تخفيف تداعيات فيروس كورونا المفزع. يقال إن السعادة إرادة، وتحقيقا لهذه السعادة استعانت فنلندا بسانتا كلوز والزينة المبهجة لتخفيف وطأة تداعيات انتشار فيروس كورونا على نفوس الكبار والصغار مع استقبال بشائر العام الجديد. هكذا تبدو الأجواء في مثل هذا الموعد من كل عام، فالكبار قبل الصغار ينتظرون وصول سانتا كلوز بهدايا وإن كانت رمزية. وبالأنوار ومجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس تتزين شوارع فنلندا احتفالاً بموسم أعياد الميلاد. كعادته كل عام، سانتا كلوز يجهز الهدايا للأطفال للاحتفال بأعياد الميلاد، وعلى الرغم من أن الشمس لم تشرق في مدينته بفنلندا إلا أنه يصر على إحياء مراسم استقبال العام الجديد. للذين لا يصادفهم الحظ ويلتقوا بسانتا كلوز، فسوف يعوضهم عن ذلك بإرسال برقيات تهنئة على منازلهم، حيث يستقبل البريد نحو 500,000 برقية تهنئة بأعياد الكريسماس في كل من الصين وبولندا وإيطاليا وبريطانيا واليابان. لقاء الأجداد هذا العام يعد من أهم طقوس الأطفال للاحتفال بأعياد الميلاد، وذلك بعد قضاء فترة عزل طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد. إنها فرصة ممتازة للأطفال كي يزوروا أجدادهم بعد فترة عزل دامت طويلا. الاستعدادات لأعياد الميلاد لهذا العام مختلفة، فهي تأتي في ظل انتشار فيروس كورونا، لذلك وجب على الجميع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ولعل أول من التزم بتلك الإجراءات هو سانتا كلوز نفسه، حيث يرتدي الكمامة وهو يهدي للأطفال هداياهم. هذا العام بالطبع مختلف، فأنا أتبع القواعد والنظم والإجراءات الاحترازية قبل بدء رحلة توزيع الهدايا على الأطفال. ولذات السبب استقبلت فنلندا فقط من 10 إلى 15% من نسبة سائحين العام الماضي، الأمر الذي تسبب في خسائر بالدخل المحلي تقدر بنحو 200 مليون يورو، وذلك إثر انتشار فيروس كورونا. أتمنى للجميع قضاء وقت ممتع وآمن مع أحبابهم في ظل الاحتفال بأعياد كريسماس. ويحث سانتا كلوز الأطفال على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة إرسال المعايدات للأهل والأصدقاء، وخاصة الوحيد منهم كي لا يشعر بوحدته. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين:
الرئيس السيسي يعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي ماكرون من فيروس كورونا، ويؤكد مساندة مصر لفرنسا في الحد من انتشار الفيروس. هالة زايد تبحث في أبوظبي توريد الدفعة الأولى من لقاح كورونا لمصر، وتقدم رسالة شكر من الرئيس السيسي إلى الإمارات. تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية تمسك الأخيرة بمنظومة S-400 الروسية للدفاع الصاروخي. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.